خويا بنت خت مراتي، حنا فرحانين بهذا الرجوع ديالهم اللي لقيناها، لان كنا مصدومين، كنا محنين معذبين معاها، كنقلبوا ليل ونهار الوقت كله معاها، كنفكروا فيها لا في خدمتنا ولا في اوقاتنا ولا في ماكلتنا ولا في شرابنا ولا في كل شيء. ودابا الحمد لله رجعت لميمتها باش حتى هي تفرح بها ويتهناو. ودابا الحمد لله وكنشكر المغاربه كاملين اللي تعاونوا معنا وداروا مجهود كبير، لان كل شيء كان واقف معنا وقفه زوينه، والله يجازيهم بخير. نشكركم بزاف على المجهودات ديالكم معنا وعلى الوقوف ديالكم معنا وعلى الشعب المغربي كامل بيسريه، لانه وقف معنا. والصراحه ما كناش كنتسناو من الشعب هذا الشيء كلشي اللي دار معنا، وشكرا بزاف كنشكركم، وكنفرحوا بزاف لان الفرحه ديالنا ما عندهاش وصف، حيت العائله كلها تروحت وكلها تخربقت، وما كنسمحوش للناس اللي داروا لنا هذا الشيء، ما كنسمحوش لهم، امام الله غنتحقوا حنا وياهم، وشكرا لكم بزاف. نقول لك واخا كنا بعاد شويه على الموجه كيفاش دايره ولا الناس كيفاش كيقلبوا هذا، ولكن واخا كنا مصدومين ان الدريه ما كايناش وسط من والديها، ولكن اش غنقول لك منين بانت دابا وكتشوف الناس، لا الناس ديال الدرب ولا الناس ديال العائله كي واقفين هاد الوقفه وفرحانين، كلشي فرحان، راه بطبيعه الحال غادي تفرح انت.